اليوم في حضرتنا موجودة الزميلة الصحفية في حضرة التلفزة الوطنية زميلة ألفا الوسليتي، نحكيه على مشوار مهني في حصاد ما شاء الله من التتويجات. نبدأ من الأخر معاها، قبل كل شيء مرحبا بك، ألف مبروك، وحبيت نهنيك على الهواء ألفا، مرحبا. أهلا وسهلا بك ناس، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي الوطنية الأولى، شكرا على الاستضافة. أنا فرحانة برشا لأنه ديما يقعد لنا حنين كبير للتلفزة الوطنية، ونتمنى التوفيق ونجاح لكل العاملين بهذه القناه. واحنا زاد نبادلوك نفس التحيه ألفا، وتعرف راهو فرقنا المبنى، تفرقنا ولكن قعدنا روح واحده ومحبه متبادله. قل لي ألفا، منين نبدا معاك حديث التتويجات؟ نبداو بالعراق؟ نبداو من ديسمبر 2022؟ منين تحب نبداو؟ نبداو من المغرب ما يسالش، نرجعوا للمهرجان العربي لفنون الطفل بالمغرب اللي صار في شهر 5 من سنه 2022. وسعدت برشا الحقيقه انه تم دعوتي لعضويه لجنه التحكيم، وتم ايضا تكريمي في فعاليات اليوم الاول في الافتتاح. فرحت برشا لانه احنا تعرف ايناس من الحاجه الحلوه في العمل الاذاعي انه توفر لك فرصه العمل في اكثر من اختصاص، وانا والحمد لله بالتوازي في الاذاعه التونسيه في اذاعه الشباب تحديدا، وشكرا على هذا الفضاء، انه عملت بالتوازي اعلام سياسي، اعلام ثقافي، وايضا اعلام جامعي وتربوي. اليوم انا نعتبر نفسي في بصدد تسويق للاعلام الموجه للشباب والاعلام الشبابي، فنفرح برشا وقت اليوم تم دعوتي لعضويه لجنه التحكيم مهرجان كيما هذايا اللي هو يهتم بالناشئه او يهتم بالطفوله. وكانه زاد نقولوا احلى تتويج لمسيره كامله ومشوار كامل في التخصص هذا. أكيد جدا هو تتويج فعلا للمسيرة هذية، لأنه اليوم وين قبل معناها نحب نوجه لهم التحية بالنسبة لاتحاد المنتجين المغاربة والأستاذ محمد دوريد على هذه البادرة من اتحاد المنتجين العرب، مشكورين، لأنه اليوم بالنظر للواقع الإعلامي العربي فما شبه تغييب الحقيقة لصوت الطفل ولحضور الطفل في الإعلام العربي. وما أحوجنا الحقيقة للبرامج المتخصصة بالشريحة والفئة العمرية هذية، حتى في التلفزة نحكي وهذه ينسحب على كل بطبيعة الفضائية الاعلاميه. نمشي والصور معنا بالموازات ألفا، دونك نحكيو على تتويجات اخرى 2022 طلعها به عليك ألفا. الحمد لله. اي نحكيو مهنيا بالطبيعه. مهنيا اكيد جدا، تالق متواصل على مستوى البرنامج الطلابي صوت الطلبه واللي يتوجه للطلبه والاسره الجامعيه بشكل عام، نتابعوا ايجابياتهم نتابعوا سلبياتهم. احسن ما في هذا البرنامج ان نتمتع بتجربه نموذجيه انطلقت فيها عندي سنوات، اني عامله مراسلين في المؤسسات الجامعيه وعملت لهم تاطير مجاني، يعني انا وصلت بعرض طالبه للمحكمه وهي تنقل في محاكمه لطالب معنا. دونك وهذه زادة رائدة، يعني أفكار ريادية وأفكار أكيد جدا لحد الآن موجودة كان في إذاعة الشباب افكتيفمون في برنامج صوت الطلبة، واليوم انفتحت أكثر على مستوى الجامعات الأجنبية على مستوى الطلبة الأجانب وحضور الطلبة في تونس، اللي هو فكرة وحلم قاعد يكبر بشوية بشوية. ونعرفوا ألفا برشا ناس نوستالجيك، يعني عندهم حنين للنوعية هذه من البرامج اللي رافقتنا في صغرنا ورافقت حتى الأجيال اللي قبلنا. ليبيا، نمشيو ليبيا ولا بغداد؟ قل لي شنو معك؟ بطعم عربي. نمشيو لليبيا على خاطر ليبيا بالحق صنعت الحدث، مشيت بعقليه ورجعت بعقليه، العقليه اللي مشيت بها مانيش مسؤوله عليها وحدي، لانه مسؤول عليها الاعلام العربي والاعلام الدولي عموما. احنا نعرفوا الشان السياسي في ليبيا، ان شاء الله يستكملوا مسارهم على مستوى الانتقال الديمقراطي نتاعهم، لكن الصوره اللي سوقها الاعلام عموما انه بين ظفرين فما خوف، فما خوف على الاقل امنيا في ليبيا. كيف مشينا لقينا واقع اخر، وانا نعتبر انه وقت اللي تم اقرار في مجلس وزراء الاعلام العرب في جامعه الدول العربيه انه سنه 2022 تكون طرابلس عاصمة الإعلام العربي، فيه تحدي، ونعتقد أنه طرابلس ربحت التحدي هذا، كسبت الرهان، كسبت الرهان فعلا، لأنه عشنا 4 أيام إيناس عشنا على مستوى المعرض الخاص بالإعلام، شفنا المشهد الجديد في ليبيا، شفنا ما معنى أنك تكون أنت مواطن وتلقى روحك بشكل مباشر مع المسؤول، ونحكي على مستوى المسؤولين السياسيين في الحكومة معناها أنك أنت، عشنا على مستوى صناع المحتوى العرب. اليوم احنا في تنافس، يقال أنه احنا في تنافس مع الاعلام البديل، انا ما نعتبروش تنافس، نعتبرهم هما ينجموا يكونوا مصدر اول للمعلومه، لكن تبقى ديما المعلومه الدقيقه عند الاعلام والاعلام بالذات معناها القنوات. احنا باش نحييهم زاده لانه كانوا بحثنا وقت البارحه في بدايه الاسبوع، كانوا بحثنا ممثلين عن الاعلام الرسمي الليبي في ضيافه
التلفزة الوطنية وعملوا جولة بين استوديوهاتنا المركزية بما فيها الاستوديو هذية وبرنامجنا. به نمشي خلينا نمشي لبغداد عسى وقتنا عاد. قبل لو تسمح فقط بعجالة على مستوى قبل ما نمشي لبغداد نحب نقول ليبيا لأنه أنا جبت على ملتقى صناع المحتوى العرب قديش مهم احنا لي جون اليوم يعتمدوا في القاعدة نتاعهم اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. قديش مهم أنه تخلي الوسيلة هذية تخدم لبلادك وتسوق لبلادك. يعني احنا قادرين لي جون هذوما وكان نفكروا نعيشوا نفس التجربة، احنا عشنا تجارب نموذجية طلعنا عليهم غاديكا اللي انا بدي فاشقوني ونحييهم مرة أخرى. نحيي وزارة الإعلام والاتصال الليبية الأستاذ وليد اللافي وزير الاتصال ولي ونشكرهم ليبيا مرة أخرى على هذه الدعوة وعلى وأنت أهل لهذا الكل. قديش بالحق يعني هذه زيارة حتى مؤسسات إعلامية أخرى قديش يوسع من دائرة النظر نتاعنا ويخلينا ننفتح على يوسع دائرة النظر وواقع آخر. يوسع دائرة النظر ويخلينا نهتم ونفهم قديش اليوم الإعلام راه ماهوش سلطة رابعة، اليوم سلطة أولى. وقت اللي تحكي أنت على استراتيجية الاتصال الحكومي اليوم راه هذه رسالة موجهة لكل الدول العربية، يا إما تعدل يا إما تراجع يا إما تغير سياستها. صحيح. به ما مهرجان بغداد واحد من أعرق وأهم زادة المهرجانات ونتصور عندها وقع خاص الجائزة هذه وتتويج هذا. عندها وقع خاص وفرحتني برشا 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 على خاطر في 2018 كنت خذيت قلادة الإبداع العربي من المؤسسة الثقافية برئاسة الدكتور علي المتيري. وإحنا يقال انك تتعدى بمهرجان يمكن يولي صعيب من بعد انه يعاودوا يختاروك لانه خاصه انه مش مبني على مسابقه لكن مبني على متابعه لعملك يعني كامل السنه. هذيك علاش انا هذه ميزه المشاركه وايضا لانه مهرجان غير مدعم ماهوش مدعم يعني ما عليه السلطه ربما سلطه معنويه يعني جهودك هي اللي تخليك تكون موجوده اسمك انه يكون موجود. انا فرحانه برشا انه سفراء النجوم اليوم موجود في بغداد وحاورت كبار الاسماء عواطف نعيم عواطف نعيم ملقبة بنخلة العراق معناها من سيدة عنده رمزية الحوار في حزاته مع سيدة المسرح في بغداد افكتيفمون. مرة أخرى نشكرهم نشكر الدكتور علي المتيري كما قلت وكل اللجان اللي خدمت في كل الدول العربية على أنها تختار أسماء من الإعلاميين من الأدباء من الشعراء وهذا يزيد دعمنا راه احنا نحتاج لرجع الصدى. صحيح. انا الحقيقه سعيده في حضورك اليوم تنجم كانت تحفز يظهر لي هالتتويجات هذه وهالمسار هذه الكل جدا. غدوه في الايام شنو تتمنى بخلاف انك تواصل نجاحاتك في نفس البرامج اللي صنعت اسم ونجاح ألفة الوسليتي شنو تعمل ألفة ونختم معك بهذا بجنبنا تكريم فلسطين انا نحب نشكر سفاره فلسطين بليبيا على هذا التكريم سعادة السفير محمد رحال على هذا التكريم وانا زاد نقول احنا في خدمتنا للقضيه الفلسطينيه لا نحتاج الى تكريمات هو واجبنا لا محاله لكن زاد يبقى رجع الصدى مهم جدا لانه كما قلت احنا دائما في نصره القضيه الفلسطينيه. اليوم عندي برشا احلام برشا طموحات نتمنى ان يكون صوت ونساهم اكثر ما يمكن في تسويق الاعلام الشبابي يلزمنا نكونوا معاهم يلزمنا نكونوا اب تو ديت يلزمنا نكونوا حاضرين معاهم وعلى خاطر يلزمنا نكونوا ديما موجودين معاهم. انا فرحانه توا في التوقيت هذا بالذات في القاهره يختتم اوسكار المبدعين العرب ما شاء الله. دونك هذا اخر 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 جديد اخر توا عندي تكريم في القاهره نحب نشكرهم مؤسسه اوسكار المبدعين العرب جت في اطار اعلان رئيس الجمهوريه المصريه السيد عبد الفتاح السيسي انه تكون عام الشباب العربي سنه 2023 فالمؤسسه هذه عملت مسابقه اوسكار المبدعين العرب نسخه اولى نسخه تاسيسيه نستنيو استضافه اخرى نستنيو استضافه اخرى ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فانا نقول هنيئا لكل المتواجدين والحمد لله اني مثلت بلادي احسن احسن تمثيل. نشكرك برشا نعرف اللي في شويه وقت ولكن كنت زميلتي تعرف يعني ظروف المباشر وما شاء الله عليك يا ألفة ترفع التحديات حتى ضابط الوقت. نشكرك برشا وقديش نسعد وقت للرات متفوقه والراوه انك تمثل مليح الصحافه التونسيه.